بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك وأحيي السادة المشاهدين والمستمعين الكرام، وأبارك للشعب الليبي الكريم الذكرى العاشرة للثورة المجيدة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يكلل المساعي بالنجاح ويبدل حالنا حيث نتخلص من هذا البلاء وهذا الفساد المالي والإداري وما يجرح الناس تحته الآن من ظلم وقهر. لم يبق لنا من الثورة إلا حرية الكلمة، تخلصنا من القهر والاستبداد وكتم الأنفاس، لكن باقي أنواع الفساد للأسف لا تزال ضيقة أطنابها. ونامل أن يكون العهد الجديد في الحكومة القادمة أن يكون يعني قدومها أن يكون قدومها قدوم خير للبلد، تخفف على الناس من أزماتها ورفع الظلم والقهر، ويعني ترد للناس بعض حقوقها المسلوبة. والخطاب الديني له عليه معول كبير لإصلاح الأحوال. الخطاب الديني جربناه في الأيام الماضية أو في السنين الأولى، السنة الأولى والثانية من الثورة، إن كان تأثيره عظيما عندما كان الخطاب الديني يقبله الناس جميعا والكلمة مجتمعة عليه، الخطاب الذي يقوله صاحبه كما أراده الله، كما أراد الله لهذا الدين. عندما كانت الكلمة واحدة كان الخطاب مؤثرا، يؤثر على السياسي ويؤثر على السفراء ويؤثر على الدول كلها، وذلك كان مثل القرارات. الخطاب الديني كان فعالا، ولما حسوا بخطورته وتأثيره على القاعدة يعني بدأت الإرهاصات، تفريق الناس والتدخل الأجنبي. منذ ذلك الوقت انحرفوا بالخطاب الديني وشوهوه وشيطنوه وسلطوا عليه القنوات الفضائية والإعلام الفاسد المأجور، لأنهم يريدون خطابا دينيا كما تريده أمريكا وما تريده الدول الغربية. من ذلك الوقت يعني قبل هذا التدخل كان الخطاب الديني يحارب المنكر أي كان، سواء كان مخالفة في صلاة ولا في صيام ولا في حج، أو كان في الشأن العام وفي السياسة وفي الاقتصاد. ما كان الناس يفرقون، وإذا تكلم الشخص الذي يتكلم بالخطاب الديني يقول أنت تسيس الدين والله من تدخل الدين في السياسة، هذا ما كان موجود. لكن هذه المفاهيم هذه التي يريدها الغرب، هذه التي يريدها أعداء الإسلام، ولذلك هذه تمكنت منا ومن عقولنا ومن خطابنا الديني منذ أن سمحنا بالتدخل الأجنبي في بلادنا. من ذلك الوقت أصبح الخطاب الديني غير فعال، يعني تكلم ما شئت. أولا هو لا يخاطب أحيانا، في الغالب والكثير خطاب الدين لا يعالج المشاكل الحقيقية القائمة. ينبغي الإنسان إذا يقف على المنبر أو في درس أو في حلقة فضائية أن يأتي إلى هذه المشاكل العظيمة التي ترهق المواطن، الظلم والقهر والحرمان وانعدام الخدمات والمرضى الذين يئنون، و الناس الذين سلبت أموالهم وحقوقهم وفجروا من ديارهم ويخرجونها بغير حق. والآن
يعني صاروا في أوضاع مأساوية، لا الدولة استطاعت يعني أن تنظم أمرهم وتكفيهم شؤونهم وحياتهم، ولهم استطاعوا أن يتمكنوا من الرجوع إلى ديارهم، فهم في ورطة. خطاب الدين الآن انصرف عن هذه القضايا الكبرى، القضايا المصيرية التي تهم الأمة، وأصبح إذا كان تكلم الشخص في الشؤون العامة يقول لك هذا يريد أن يسيس الدين وكذا، وهذه كلها يعني انحراف مع الدين. الله تبارك وتعالى يقول: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. المنكر، كل منكر، سواء كان في السياسة ولا في الشأن العام ولا في العبادات، لكن الذين لا يريدون لهذا البلد أن يرتفع أمرها ويريدون أن تبقى تحت الهيمنة الأجنبية، يعني فسروا لنا الدين حسب هواهم وحسب ما يريده الغرب وتريده أمريكا، وذلك شيطنوا الخطاب الدين وجعلوه غير مؤثر، فرقوا الصفوف وفرقوا النخب، وأصبح كل واحد مقتنع بهذا الكلام الفاسد الذي هو غير صحيح، حتى من النخب السياسية والنخب اللي هي توجهها إسلامي أحيانا، وفرقوا الكتائب واللي عندهم السلاح كلهم فرقوهم، فأصبح الخطاب الديني أفرغوهم من محتواه، وأصبح وصار غير مؤثر كما كان هو في العام الأول والثاني من الثورة. نسأل الله تعالى أن يرفع الظلم عنا ويردنا إليه ردا جميلا، ويصلح أمرنا ويجمع كلمتنا على الحق والدين. شكرا، السلام عليكم.